حصلت يوم أمس، كان أبرزها أن الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في إنفوجراف. الحكومة نفت إلغاء امتحانات صفوف النقل الشهرية للفصل الدراسي الثاني، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير القادم. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وده خلال الفترة من 11 ولحد 17 فبراير. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح أكدت الحكومة إن الأخبار اللي انتشرت بخصوص إلغاء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني أخبار غير صحيحة، وإنه ما صدرش أي قرارات بخصوص الموضوع ده، وشدد مجلس الوزراء إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني زي ما هي لكل صفوف النقل بدون إلغاء، وحذرت الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الأكاذيب اللي زي دي. امبارح الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على الفيسبوك أعلنت تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الخمسة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال 2023-2024، وده من خلال عقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الزراعة بحضور 19 خبير. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج. امبارح معارض أهلاً رمضان استقبلت المواطنين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة. كمان هتفتتح وزارة التموين منافذ المجمعات الاستهلاكية في محافظات الوجه القبلي، وهيتم صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.